إلى مراد إذن الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مبان عسكرية ومستودع أسلحة أيضا لحزب الله في 7 مناطق جنوبي لبنان، وأيضا قصف بالقذائف الفوسفورية على بعض المناطق في الجنوب. بالتفاصيل مراد، تفضل. بالفعل يعني آخر الغارات كانت قبل قليل على محيطي بلدتي الطيبة والخيام، وأيضا العديسة تعرضت لغارة إسرائيلية، هذا استكمالا لسلسلة غارات ليلية نفذها طيران الحرب الإسرائيلي في مناطق في كفر كلا وأيضا في شحين. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن استهدافه لمنصات وقواعد تابعة لحزب الله اللبناني، هذا يأتي ضمن سلسلة من البيانات الاعتيادية عندما يهاجم الجانب الإسرائيلي البلدات الجنوبية يتم الإعلان عن أنه استهدف شيء من ترسانات حزب الله اللبناني. حزب الله كان اليوم بصدد عمليات كثيرة أجراها، 5 بيانات صدرت عن حزب الله، آخر البيانات تتعلق بتكنز زرعيت وأيضا رامية. قال الحزب إنه قصف بالمدفعية هاتين المنطقتين، قبل ذلك أطلق الحزب مسيرات انقضاضية باتجاه ثكنة بيت هلل وأيضا يعرى. قال الحزب إن ذلك كان من أجل استهداف انتشار وتموضع لجنود إسرائيليين وتحقيق إصابات مباشرة. البيان الأهم كان لحزب الله هو البيان الذي صدر صباح هذا اليوم باستهداف المرج، تحدث حزب الله بشكل مباشر على أن ما نفذه بأسلحة مباشرة باتجاه المرج قد أوقع قتلى وجرحى في صفوف الإسرائيليين، ويبدو بأن حزب الله يريد هذه الصورة الحديث عن قتلى أو إجراء غارات مركزة مكثفة، رغم أنها من الناحية الشكلية والناحية الفنية ما زالت ضمن الأطر الجغرافية المعتادة ما بين الطرفين وضمن الأسلحة أيضا المعتادة في تاريخ المواجهة منذ 8 أكتوبر، لكن ضمن سياقات الأحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين يبدو أن حزب الله يريد تقديم رسائل كثيرة عبر إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الإسرائيليين، أولا من أجل أن يقول بأن الحزب ما زال بخير. الترسانة بالنسبة لحزب الله لم يظهر الكثير منها بعد، أجهزة الاتصال ما بين عناصر الحزب، الأمور اللوجستية ما زالت على حالها، وأيضا يأتي ذلك من أجل صورة الحزب خلال اليومين الماضيين، خصوصا بأن الصحافة اليوم تحدثت عن ضرورة عملية حاسمة من أجل صورة حزب الله، وقالت ربما لا يكون الحزب بصدد إعلان الحرب على إسرائيل، لكن ربما يترك هذا الأمر بالنسبة للإسرائيليين بالنظر إلى الجبهة الداخلية اللبنانية والاعتبارات السياسية بين مختلف القوى في لبنان. لكن المهم اليوم ما أعلن عنه حزب الله في سياق آخر، وهو سلسلة من بيانات النعي، وصل العدد إلى 23 شهيدا من قبل حزب الله، قال إنهم كانوا ضحية الاستهداف الأخير. نحن نتحدث عن الموجة الثانية فقط التي حدثت يوم أمس يوم الأربعاء باستهداف أجهزة لاسلكي في لبنان، وبالتالي فإن الحصيلة بالنسبة لحزب الله حتى هذه اللحظة التي أعلن عنها 23 شهيدا من عناصر تم استهدافهم في عملية الأربعاء، ناهيك أيضا عن عدد من الشهداء الذي كان قد أعلن عنهم خلال الموجة الأولى من الاستهدافات. بالتالي يمكن القول أن المناطق الجنوبية مناطق حذرة، الطيران الإسرائيلي يغير بشكل مكثف، حزب الله يقوم بعمليات، لا نستطيع أن نقول بأن ما يجري على الجبهة الجنوبية هو خارج عن سياق الأحداث التقليدية الاعتيادية في تاريخ المواجهة بين الطرفين، لكننا نقول بأن حزب الله من خلال بياناته بدأ أنه وجه ضربات تجاوزت القبة الحديدية بالنسبة لإسرائيل، وحقق ما يقول إنها إصابات مؤكدة وقبل ذلك قتلى وجرحى في صفوف الإسرائيليين.